وهنا يا اخوتي اخواني، جدتي ديال الوليد عبد الكريم هي جات تهضر عندنا، جابت هي الهدية هي وعيلة عمامي الوالدة ديال العدد ديال بني عمير. عندنا كيتجمعو عند المعتمر ولا المعتمرة، وكيجيو العائلة وكيجيبو التقدية ويجيبو السكر والحلوى والكوتي ويجيبو اللحم. اللي يجيب اللحم اللحم، اللي يجيبو حي حي كلو كيجيبو يجيبو الطعم. بصراحة الله يكبر بيهم والله يجيبو هزة عبد الله ونازيتها ها انت صقرناكم بزاف، كاع نصقركم واقفين حاجة نازيت درناكم طويل. ها الله يجيك الخير الحزة، يعطيك صحيحتك، وقف الله يعطيها صحيحتها ويحفظ لها وليداتها وبنتها، وكاع الله يحفظ لهم وليداتها وبناتها ووليداتها، كلشي الله يفرحو في وليداتها. المهم السيارة ها هو سيارة عميري تبارك الله، وعاد جابو عمامي تاهما عيلة عمامي، جابو السيار جابو الكيك جابو داكشي تبارك الله الديسير. ما حضرت الصراحة، وصيت سلمى ما نفعتنيش، قلت لها صوري ليا، ديت مروه الحق على الوقت داكشي بس ما صورت لكم باش تاهما الهدية اللي جابو. الله يكبر بيهم والعقل عليهم وليكم جميعا. وهنايا قال لك بغاو الكسكسو، بصراحة كاع نيت بغينا كسكسو، هي المرقة والتقلية وداكشي، اليوم درنا كسكسو صافي، بغاو غير كسكسو. طيبات خالتي خديجة وتعاونوا مع العيالات داروا كسكسو، تبارك الله على كاع اللي تيشقى واللي تيعاون. الصراحة اليد المشاعدة أو جنود الخفاء اللي خطيهم علينا، القرعة الحمراء الحريصة هنا، البلبولة المالينة البلبولة اللي مكياكلو كسكسو، تابعوا معنا القصار ديال الكسكسو. بعد ذلك غادي كاين واحد الفيديو ديال الامداح النبويه في الاخير ديال الفيديو، اللي بغى يتفرج مرحبا بارطاجيو. المهم هذا يوميا كنصور لكم اشنو كنديروا عند الوالده والفلوغات. هنايا الخضره ديال الكسكسو البلول، والطنجره فيها اللحم تاهي والبلول. الكسكسو راه معروف صراحه، انا كنحماق على الكسكسو في هذه المناسبات، لأن الأمراض وفمنا فيهم سخانة وصراحة تهلكنا، ولكن الحمد لله ملي جاتنا الوالدة على خير هذاك هو الربح وما فيه. الله يحفظها علينا ويطول في عمرها. أنا دايرين دجاج بلدي اللي ما كياكلش اللحم، داروا لي دجاج بلدي. الله يحفظ لينا أمهاتنا ويحفظ أمهاتكم، والله يرحم الأموات منهم، والله يرحم الواليد، والله يبارك لينا في وليداتنا ووليداتكم والأزواج ديالنا وزواجكم وخوتنا وخواتاتنا وخوتكم جميعا اللي عندو سي الله يحفظو ليهم وأنا كيلكمو بصحتهم وراحتهم. المهم الفلوق هو هذا، وشكرا لكم على الكوتي الكوتي العسية ضروري كازدة تاي عميري. وخليكم مع بقية الفلوق ومع سعاد تبارك الله عليها، امداح نبوية واناشيد دينية والدعاء، الله يعطيها الصحة والسلامة وتبارك الله عليكم، الله يشافينا ويشافيكم، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق وشر المشاوين يا رحمن يا رحيم. في امان الله ورعايته، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. كل اللي كيدعمني لايك ابوني بارطاجي، وحفظكم الله ورعاكم من كل شر. معكم انايا بصحتكم، الله يجزيكم بخير.